لنعرف المزيد عن كلوب هاوس وما هو الجديد الذي يضيفه على حياتنا الرقمية، نتابع هذه النبذة السريعة عن التطبيق والذي قدمها لنا الخبير التقني أيمن عيتاني. أسهل طريقة لتفسير منصة كلوب هاوس هو غدا العيلة نهار العيد، طاولة طويلة فيها 20-30 شخص من العيلة، في 4 أو 5 من الكبار بالعيلة هن عم بيديروا الحديث، وهيك حديث اجتماعي تقيل، والباقي كلنا نحن عم نتسمع عليهم ونتعلم ونفكر. منصة كلوب هاوس منصة صوتية فيها غرف رقمية، كل غرفة إلى معلومة معينة، موضوع معين، وفي 4-5 أشخاص دائما هن عم يديروا الحديث والباقي الحضور كله عم يتسمع عليه. وهلأ في طلب كتير كبير على كلوب هاوس لسببين. أول سبب هلأ لأنه بعدها بأول طلعة كلوب هاوس الناس الموجودين عليه هن اختصاصيين بموضوعهم، إذا كان تكنولوجيا، تربية، طبخ، تعليم، حيالله موضوع هن اختصاصيين بهالموضوع، فالناس بهمها تعرف رأيهم وهن شو عم يفكروا. وتاني شيء لأنه هلأ كلوب هاوس دعوة خاصة، يعني بيكون شخص بكلوب هاوس يدعينا، فنحن غيرنا أحسن منا، فنحن بدنا نفوت عليه، إذا أنت عندك أعطيني، إذا أنت عندك أعطيني، فنحن بيهمنا نفوت عليه، وإذا أنا فت عليه بدي أخبر غير ناس إنه أنا جوا أنتوا برا. أنا بنصحكم تفوتوا على منصة كلوب هاوس وتسمعوا وتتعلموا.